أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. تعتبر العاصمة البوسنية سراييفو في جنوب شرق أوروبا ملتقاً للكثير من الثقافات والأديان بصورة لا نظير لها في أوروبا، وتضم البلاد أتباع الديانات السماوية الثلاثة، فهناك المسلمون والمسيحيون الكاثوليك والأرثوذكس واليهود. وتسمى سراييفو أحياناً بالقدس الأوروبية، فهي سيمفونية تجمع الثقافات الأوروبية والجاليات الدينية. وتضم المدينة أيضاً جالية يهودية صغيرة، وقد عانت هذه الجالية أيضاً من ويلات الحرب قبل 20 عاماً، حينها بدأت القوات الصربية بضرب حصار خانق على المدينة مستهدفة رمز التعايش السلمي بين مختلف الجماعات الإثنية والثقافية والشعوب من مسلمين بوشناق وكروات وصرب. وقد استمرت هذه الحرب 4 أعوام تقريباً، ويقول البعض إن الحرب لم تنتهي بالرغم من صمت السلاح. المهم هو أننا نعمل بغض النظر عن الانتماء الديني والقومي وكل الخلافات، نعمل من أجل خلق الأرضية كي يكون بوسع الشباب تنظيم مستقبل سليم لا يمتلكه فحسب، بل ينشطون من أجل الدفاع عنه. تعمل الراهبة الفرنسيسكانية ماكدالينا شيلتكنشت منذ أكثر من 10 سنوات في البوسنة. هي سويسرية الأصل وتعمل مع فريقها الصغير لمنظمة ناكوني على مساعدة الشباب لبناء حياتهم بأيديهم، وهو ما يشكل مفتاحاً للتعايش السلمي. عندما نرى شيئاً ولا نفهمه، فمن المهم أن نصغي بصورة أكبر. تحتمت تقاليد التسامح في سراييفو منذ الحرب التي أحدثت شرخاً عميقاً غير مرئي بين الجماعات العرقية المختلفة، وقد عانت العائلات ذات التنوع العرقي على نحو خاص. خيمت الانتماءات العرقية على كافة مناحي الحياة. لقد خلفت الحرب قبل عقدين مجتمعاً لا يزال منقسماً من الناحية السياسية على نحو عميق، ويتربص السياسيون بعضهم لبعض، ما يؤدي إلى إعاقة تقدم البلاد. وتعمل الراهبة ماكدالينا مع شباب من كافة الفئات العرقية، وتشرف هنا في القسم البوسني الكرواتي على العمل مع تلاميذ مسلمين خاصة. نريد تشكيل حلقة تتشابك فيها أيدينا. تفضلوا بالنهوض والقدوم إلى هنا. تشكيل دائرة وتشابك الأيدي، ومن ثم يمرر الطلاب سلكاً أحمر اللون من أحدهم إلى الآخر دون إفلاته. إنه تدريب بسيط، لكنه يحرك روح الجماعة الغائبة في البوسنة الحالية. ويتم تدريب هؤلاء التلاميذ المتطوعين من أجل مساعدة من أصغر منهم سناً في حل واجباتهم المدرسية ومواجهة مشاكلهم اليومية. شكرا جزيلا، لقد تعاونتم بنجاح تام، ورأيتم كيف يصبح الأمر أسهل حين يعاون أحدكم الآخر. أمر بديهي في الواقع، ولكنه ليس بديهيا في البوسنة الراهنة، ولا يقيم معظم التلاميذ المسلمين هنا علاقات مع أقرانهم من الجماعات العرقية الأخرى.
ينتظرني المستقبل في هذا البلد، ولا نستطيع إحداث التقدم إلا مجتمعين. أما حاليا فتقتصر مساهمتي في هذا الجزء من البلد. لم تلتئم جروح تبعات الحرب فيما يتعلق بالعيش المشترك كما هو الحال في معظم أضرار الحرب الأخرى، لكن مركز مدينة سراييفو يبدو غالباً مثل باقي المدن الأوروبية. يقع في محيط الكاتدرائية الكاثوليكية في سراييفو، الحي الذي تم إنشاؤه عندما كانت المدينة جزءاً من المملكة النمساوية المجرية في نهاية القرن 19. حينها كان التعايش لا يزال سلمياً بين مختلف الأديان والطوائف. أجد أن المساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب وما أعاق تطوره هدفاً مهماً، وأعتقد أنه ينبغي حقيقةً البدء بالشباب كي يجدوا لهم طريقاً للتعامل مع بعضهم. بنيت سراييفو في القرن 15 إبان العهد العثماني، ولا يزال سوق باشارشية الأقدم في البوسنة يذكر بذلك العهد حتى اليوم. صان العثمانيون الحرية الدينية للكاثوليك والأرثوذكس، وفي القرن 16 شملت الحماية الدينية اليهود السفرديم الذين لجأوا إلى سراييفو من شبه الجزيرة الإيبيرية هرباً من الملاحقة، ولا يزال تقليد صناعة تناجر النحاس في باشارشية حتى اليوم. كل هذه من أعمال كبار الحرفيين في سراييفو. هذه مبخرة صربية، هذا جزء من التنوع العرقي في حياتنا في المدينة. هذه إسلامية، وهذه مبخرة كاثوليكية مطلية بالفضة. من هنا يدخل الماء المقدس. لقد صنع الحرفيون التقليديون من سراييفو سلعا يهودية أيضا. إنها مدينة جميلة بالنسبة للسياح الذين يستطيعون زيارتها ثانية بعد انتهاء الحصار قبل نحو 17 عاما. ولكن المقابر في سفوح سراييفو تذكر بضحايا الحرب. نشأت أثناء حصار المدينة مقابر جديدة، وأعيد استخدام المقابر القديمة منذ العهد العثماني. أكثر من 11 ألف شخص قتلوا في سنوات الحرب في سراييفو التي كانت قد طورت نظاماً متوازناً بحساسية من العيش المشترك على مر القرون. يوجد في المقبرة دار عبادة صغيرة لكل من الأديان الكبيرة، للمسلمين والكاثوليك والأرثوذكس، وكذلك لغير المؤمنين من المواطنين، مثل يوفان ديفياك الذي دافع عن مدينته ضد الحصار الصربي كضابط، والذي كافح من أجل التنوع الثقافي في سراييفو. المشكلة الكبيرة اليوم هي أن الأديان وزعماءها لا يهتمون بمشاكل الناس الروحية والاجتماعية، بل هم جزء من السياسة ويدعمون الحكومات والشرطة والجيش. هل تعيق الأديان العيش المشترك؟ شكلت كنيسة القديس أنطونيوس الفرنسيسكاني ملاذاً للتفكير في البوسنة منذ قرون، وتعيش هنا أيضاً الراهبة ماكتالينا. تزداد الظروف المحيطة صعوبة وتتسبب في الحد من الآمال، وعمليات التطور الإنساني. يحيي الفرنسيسكان في شرق البوسنة سبت النور بطريقة خاصة، إذ يتم وضع الجسد الذي يحاكي جسد المسيح أمام المذبح أولاً، ومن ثم يتم نقله في الظلام، وذلك في قداس فريد من نوعه في البوسنة. ويتفق الفرنسيسكان في سراييفو على أنهم عنصر أساسي من مكونات المجتمع البوسني. وذلك خلافاً للكثير من الكاثوليك في البلاد الذين يرون في أنفسهم كروات بالدرجة الأولى.
تلتقي هنا ثلاث ديانات، ولا زال الانتماء الديني هو الذي يحدد الهوية الوطنية ويشكل ذلك قاعدة جميع النقاشات، ما يجعل الأمر صعبا في مجتمع تهيمن عليه النزعة القومية. الكثيرون يتحدثون اليوم عن الغفران والمصالحة، في الواقع يتحدث الجميع عن ذلك، إنها إيديولوجية، لكن لا أحد يتحدث عن الجريمة والعقاب. المشكلة أنه لا يوجد هنا علماء لاهوت، وعندما تكون هناك أزمة يجب في الواقع أن تتدخل المؤسسة الدينية لحلها، لكن هذا ليس الواقع هنا، والسبب عدم وجود نقد ذاتي. حكم ملوك الإمبراطورية النمساوية سراييفو 40 عاماً، وقد أسس معهد تعليم اللاهوت الكاثوليكي بالتوازي مع معاهد الأديان الأخرى. برانيميا بيتشيتش في 22 من عمره ويدرس علم اللاهوت الكاثوليكي ويريد أن يصبح قسيساً. ينتمي برانيمير إلى مجموعة طلاب يقومون منذ سنوات على رعاية التواصل مع منتسبي المعاهد الدينية الأرثوذكسية الصربية والطلبة المسلمين، ولكنهم لا يزالون قليلين. أعتقد أن الخوف بين الناس لا زال يلعب دورا حتى بين علماء اللاهوت، لقد انطوى الكثيرون على أنفسهم بسبب الحرب، ونظرا للأوقات التي نعيشها انحصر تفكيرهم فقط في وجودهم ومشاكلهم الخاصة. وعلى مقربة توجد كلية إسلامية يلتقي فيها طلاب من مختلف الأديان مرتين في السنة، وعد ذلك يبقى كل في حاله. يشارك طالب الدراسات الإسلامية أمس الميمج في هذا اللقاء بانتظام، وهذا استثناء. تقوقع المجتمع على نفسه بعد تلك الحرب، خاصة الشباب. لقد أدخمنا بكل هذه المعلومات، واليوم هناك حواجز ومواقف سلبية تجاه الأديان الأخرى. ينظر المسلمون اليوم إلى الصرب ويرون ما فعلوه وهو التطهير العرقي، ويحاول الصرب التنصل مما حصل ويلقون بالمسؤولية على الجيش الصربي فقط، ولكننا نرى الأمر على نحو مختلف. أنتم صرب ونحافظ على مسافة بيننا دون تطوير أي نوع من الثقة. إنه صراع مستمر. حتى قبل الحرب تعرض التعايش المشترك في سراييفو إلى ضغوط كبيرة، ثم بدأت القوات الصربية بدك المدينة من التلال المجاورة، وحول القناصون الحياة في المدينة إلى جحيم. واليوم هاجر معظم الصرب من المدينة ويعيشون في الشطر ذي الأغلبية الصربية، ويرتاد القليل من المؤمنين الكنيسة الأرثوذكسية الصربية القديمة، وتحمل الغالبية من سكان سراييفو الصرب المسؤولية الرئيسية عن الحرب. وقد دعم المسؤولون في الكنيسة الصربية الأرثوذكسية أمراء الحرب الصرب، كما قام قساوسة صرب بمباركة الجنود الصرب. Čovjek poslan od Boga po imenu Jovan, ovaj dođe za svjedočanstvom i vidje smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od oca. حتى اليوم يرى العديد من الصرب أنفسهم كأقلية بدون حقوق في المدينة. أشعر بالإحباط من تقسيم البلاد حسب الانتماءات العرقية في هذا الجزء من البوسنة. لست محبطا لوجود أغلبية دينية في هذا الجزء، ولكنني محبط من انعدام المساواة في الحقوق في كل المناطق.
هنا لابد من الفصل بين الأمرين، فالديمقراطية والحرية لا تقاسان بالأغلبية وإنما بمدى حمايتهما لحقوق الأقلية. أرى أنه لابد من الحوار مع الآخر. التقسيم نابع من عدم وجود الحوار، فمن يتهرب من الحوار يهرب من مواجهة ذاته. من يهرب من الحوار هو الشخص الذي لا يعرف شيئا عن الآخر. الجهل هو العدو الأكبر للإنسان. يشكل البوشناق 90% من سكان سراييفو اليوم، معظمهم مسلمون متدينون، ومنذ الحرب بنيت الكثير من المساجد الجديدة هناك. في الوقت الحاضر يعلو صوت المؤذن من مكبرات الصوت، وعادة ما يكون مسجلاً. أعتقد أن بث الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت يأخذ طابعاً سياسياً إلى حد ما، لكننا نشكل الأغلبية ونحن نحدد ما الذي يمكن فعله هنا. ديانتنا لها الغلبة هنا، ولذا نظهر تقاليدنا لكي نبين من يملك السلطة هنا. لكن ميزات الإسلام التقليدي البوسني مختلفة عن ذلك بعض الشيء، إذ يتميز بتوجهه الأوروبي والليبرالي الذي تطور على مدى قرون طويلة. بني المسجد الرئيسي في سراييفو في القرن 16، وسمي باسم من بناه، الحاكم غازي هوسريف بيك. حي على الفلاح. إنه أكبر مسجد في مركز المدينة والمركز التاريخي المتنامي للإسلام البوسني. وتقف خلف هذا الإسلام فكرة مفادها إنه لا يمكن للبوسنة أن تصبح دولة واحدة إلا حين تتعايش فيها جميع الأديان سلمياً. القرآن، هناك آية في القرآن تقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تبدأ المشكلة هنا عندما تبدأ كل مجموعة من هذه المجموعات الدينية الثلاث بتعريف الأشياء من مفهومها الخاص، وذلك حسب ما تتناسب معها وحدها وتلبي متطلباتها. هنا يصبح المرء بدائيا أيا كانت طائفته التي ينتمي إليها. ولكن كيف يسير ذلك في الحياة اليومية، خاصة في مدينة قد يرتبط فيها كل رمز ديني بذكريات الحرب؟ لا ترتدي الراهبة السويسرية ماكدالينا صليباً عندما تتجول في سراييفو. لا أرتدي الصليب لأنني أخذ بعين الاعتبار أنه ربما يوجد أشخاص يستفزهم ذلك، أي أولئك الذين عايشوا وقائع وذكريات في الحرب ترتبط بالرموز الدينية. هذا آخر كفاح للحفاظ على التنوع الإنساني، وإن استمر الوضع على هذا النحو سيمتد التقسيم إلى 100 عام قادمة. لكني لا أعتقد ذلك. لماذا؟ لأن سراييفو بمثابة قدس البلقان، ولن أقول قدس أوروبا. وهذا يعني أن فكرة تعايش العرقيات المختلفة عصية على الكسر. ولكن دعوني أقول إن هذا التعايش
أصبح عرضة لضغط مستمر بعد الحرب وبعد هجمات 11 من سبتمبر. كثيرا ما يشعل السياسيون نارا من الصعب إخمادها، ومن ثم يتذرعون بالدين ثم يطالبوننا بإخمادها والعودة إلى البدايات، لكن هذا غير ممكن، فليس بمقدورنا دوما نحن كمتدينين إخماد تلك النار. لا أعتقد أنهم أدركوا حتى الآن كم استغل الدين في إشعال تلك الحرب المروعة وفي صراع البلقان. أنا نفسي غير متأكد إن كان كل الزعماء الدينيين مهتمين حقا بحجم ذلك الاستغلال. يذهب مواطنو سراييفو فيما يشبه الحج في مدينتهم، وتبدأ الرحلة هنا من مسجد الأخوة السبعة، حيث يرمون النقود من نوافذه ليستفيد منها المحتاجون منهم والمرضى على سبيل المثال. بعدها تلقى النقود في كنيسة أنطونيوس الفرنسيسكانية، ومن ثم في الكنيسة الأرثوذكسية القديمة، وينتهي المطاف في الكنيس اليهودي. ولكن هذا التقليد الذي يشمل الأديان كلها أصبح نادراً هذه الأيام، ويقول الكثيرون إن الناس في سراييفو قدس أوروبا الجديدة أصبحوا يعيشون بعداوة. لإجراء عملية تطهير للمجتمع من العداء ينبغي على كل كنيسة وكل طائفة دينية أن تعترف بذنبها ومسؤوليتها في الحرب، وأن تقر بمباركتها للشر وللمجرمين. تحتفل الجالية اليهودية في سراييفو بعيد الفصح. لقد قتل في الحرب العالمية الثانية الآلاف من يهود المدينة، ويشكل التعايش السلمي بين كل الأديان بعداً وجودياً بالنسبة لبضع المئات المتبقية من الجالية اليهودية. لا أرى في سراييفو قدساً أوروبية، وذلك لأنه توجد في القدس أحياء سكنية محصورة بعرقية أو دين معين، ولكن في سراييفو يختلف الأمر. فعندما تأتي إلى بيتي تجد 5 جنسيات وأربعة أديان، ونتبادل التحية يومياً ونلتقي ببعضنا، لدينا علاقات جوار طيبة ونعيش معاً. في الحقيقة يوجد أناس في سراييفو يعيشون في مزيجاً عرقياً حتى اليوم، فهذه الفرقة المتعددة الأديان موجودة منذ 15 عاماً وتدعى بونتانيما. هذه حياتي، ولو لم تكن هذه الجوقة موجودة لغادرت سراييفو. لا أرى شيئا جميلا هنا سوى بونتانيما، وما عداها يبدو قاتما بالنسبة لي. يغنون سيطهر المطر كل شيء، أغنية من الفولكلور البوسني كتبت أثناء الحرب. تدربوا حتى الآن على مقطوعات لأكثر من 600 مؤلف موسيقي من مختلف الأديان، ومنذ عدة سنوات يأتي الشباب كثيراً إلى الجوقة. وعندما تعود الراهبة الكاثوليكية ماكتالينا إلى الدير الفرنسيسكاني في المساء، تكون طباخة الدير الأخت روزا بانتظارها. وتغني كذلك أغنية حب بوسنية مسلمة. السؤال الذي نطرحه هنا
من يساعد الشباب كي يحققوا حياة أفضل؟ وهنا يلعب المجتمع السليم والمتكافل والمتسامح دورا هاما في تطور الإنسان. وهذا بلا شك هو الطريق الصحيح كي تعود سراييفو لما كانت عليه، مثالا للتسامح والتعايش بين الأديان المختلفة في أوروبا.